صدفة؟ صدفة؟ يا صدفة؟ أيوة فيها تعملي إيه؟ بفرش فرشتي في المطبخ عشان أنام. ما سمعتيش حاجة في البيت؟ لا لا أنا سمعت بقى. هاتي فرشتك وحطيها قدام الباب وسيبي الباب مفتوح. ولما أجيب فرشتي قدام الباب أنا أنام على إيه؟ يعني هتنامي على حجر يا صدفة، هتنامي عليها. يلا حاضر. إيه الغباوة دي يا ربي؟ حاضر. أقول بك يا صدفة، هو أنا مش مكتوب لي الراحة في البيت ده؟ بتبرطمي بتقولي إيه؟ ما بقولش حاجة، بقول جايالك حالا يا حبيبة قلبي، يا أحلى ست عارف في الدنيا، ده أنت تتحطي على الجرح. يولا يا شيخة ارحميني بقى، ارحميني، ده أنا اتهد حالي معاكي في أم البيت الأسود ده. يا ساتر، وليا ما بتنامش ولا تتهد؟ ده أنت خدتي النص، يا عيني عليك يا صدفة، مش مكتوب لك الراحة أبدا. أوف. ها؟ اهو فرشتي ايه، وانا اهو هنام. في حاجه تاني؟ لا ما تشخريش. ودي هتحكم فيها ازاي دي بقى ان شاء الله؟ معرفش. حاضر، هكتب لك نفسي خالص. سيبيني بقى انام، ده انت هديتي حيلة طول النهار. انت برافنت كلام، ما بتشبعيش ما بتشبعيش. اخيرا جيتي، انا كنت فقدت الامل. معلش بس انا جايه بقى علشان تكشفي على قواي العقليه. قواكي العقليه؟ ليه كده؟ عشان كل الناس بتشككني في قواي العقليه، حتى اخويا صالح. اخوكي صالح بيقول لك ايه بالظبط؟ بيقول ان انا ورثت ده من ماما. انت ما قلتليش قبل كده انه مامتك كان عندها تاريخ مرضي. لا ماما ما كانتش عندها تاريخ مرضي، هي حاولت تنتحر ودخلوها مصحه في فرنسا. طيب وانتي فكرتي في الانتحار قبل كده؟ نو جامي. انا هخلي كل اللي فاكرني مجنونه هو اللي ينتحر. انتي لسه مصره برضو ان الحادثه دي كانت مقصوده؟ اكيد، دي اخر حاجه انا شفتها وبحلم بيها لحد النهارده. وبعدين انا ابتديت اسمع اصوات وابتديت اخاف من كل حاجه حواليا وبشك في كل الناس حتى في نفسي. طيب انا هكتب لك على دواء هيهدي شويه القلق والمخاوف اللي عندك، بس عايزاكي توعديني انك هتجيلي مرتين في الاسبوع. ما اعرفش اذا كنت هقدر ولا لا. طيب قولي لي بقى، بتقضي يومك ازاي من اول ما بتصحي لحد لما بتنامي؟ بتعملي ايه؟ يعني هكون بعمل ايه يا دكتوره منال؟ بروح السينما؟ ده انت غريبه جدا. Watch it.